اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده مش انا اللي بعملها، حضراتكم من خلال السوشيال ميديا، واحنا محددين يوم الاثنين من كل اسبوع بنعمل الاكل بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا من خلال الاتصال على القناه الاولى، وكمان من خلال التواصل من السوشيال ميديا على الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي. النهارده مع بعض مطلوب مننا نشوف تفاصيل عمل السينابون. عائله عشان تشتري حبايه سينابون او اثنين او ثلاثه بندفع مبلغ وقدره. حلو، تعالوا مع بعض بمقادير بسيطة جدا وسهلة متواجدة في أي بيت. هنعمل صينية سينابون كبيرة 20-30 واحدة، نعزم الحبايب ونعزم القرايب. هنشوف نعملها مع بعض ازاي وايه تفاصيله من خلال الحلقة بتاعتنا ان شاء الله. معانا فراخ النهاردة مشوية، كله بيسأل ايه اللي هو التشيكن على جريل، يعني فراخ مشوية على الجريل. ولو مش موجود جريل ما ناكلش فراخ. طاسة السمكة بتاعتها تكون قوية شوية، تقريبا 5 ملي علشان تبقى تدي درجة حرارة عالية جدا، تسخن وهنتبل الفراخ ونشوها مع بعض بتتبيلة بسيطة من المستردة أو حبوب الخردل، لأن أنا بحبه في تسوية الفراخ لأنه كمان بيحرق الدهون وبيساعد على التخلص من الكوليسترول. معانا الرز بلبن النهاردة، كلنا لغاية دلوقتي معانا مشاكل مع شوية رز بلبن حلوين دخل علينا الشهر الكريم، طبق سحور أنا شخصيا بحبه بالمكسرات. الرز يا شيف مغازي معانا ما بيستويش جامد، الرز بتلاقيه حبه وحبه، الرز باللبن يطلع من الثلاجه مصيص مش زي بتاع المحلات اللي بره. انا هخليك تعمل الرز بلبن النهارده يبقى له قوام بره الثلاجه وجوه الثلاجه. تفاصيل كتير في الحلقه بتاعت النهارده بناء على رغبه حضراتكم من خلال التواصل على السوشيال ميديا والاكلات اللي بتطلبوها احنا بنعملها يوم الاثنين من كل اسبوع. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. اعملي العجينه عادي يا ست الكل، وبعد ما تعمليها بتهرسي شويه فول اخضر، بس الفول الاخضر هيغنينا عن الفول المشوش بتاعنا؟ ما اعتقدش. الفول الاخضر ما يتنقعش خالص، مش مطلوب ان احنا نحطه على طول يتفرم ويتحط الخلطه بتاعته او الخضره بتاعه الايه؟ الطعميه اللي هي عباره عن كرات، ودي مهمه جدا على فكره، الوجود الاساسي في عمل الطعميه والثوم وشويه طبعا بهارات من الكمون. الرز بلبن ايه اسراره يا عم الشيف؟ انا بحبه ايه بقى؟ شوفوا الشيف المغازي، هي دي كاسه رز والله العظيم، اتحطت في شويه ميه لغايه لما الرز باش. خدنا الرز بس بعد ما تغسليه مره واثنين وثلاثه وتحطيه على النار يستوي الرز، والرز بيستوي بتبقى الميه لونها شفاف حلو ولطيف، تبداي تنزلي بكميه الحليب المطلوبه. خد اللون ده والقوام ده كده زي ما هو كده. عينيا عينيا، حلو قوي ده مهم. طيب احنا ناخد كده الرز بلبن بتاعي اهوت، معانا النشا يا عم الشيف، معلقتين نشا زي الفل ينزلوا هناك. عينيا، حاضر اهو. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ انا بحبه كده بقى. شوف ايه التركايه بقى، هي معلقتين نشا على القوام ده كده، ده بيثبت القوام بتاعه، ربنا يثبت قولنا على الحق. نعم يا استاذه، نعم. المقادير على الشاشه، رز وحليب ومعلقتين نشا والمكسرات اللي موجوده عندك في درج الثلاجه، وشويه فانيليا محترمين حلوين كده عشان ياخد طعم الفانيليا. عايزاه ياخد طعم الحبان حط طعم حبان، عايزاه ياخد قرفه حط قرفه، ده الرز بلبن. معايا بقى انا هنا المكسرات بتاعتي، جوز الهند وشويه لوز، يا مزاجك اللوز اهو بالشكل ده، بحطهم في جوه الرز بلبن وشويه زبيب وهو سخن. انا بحبه كده، ونقلبهم مع بعض. الله، ايه اللي بيحصل هنا؟ الزبيب بيرجع لشكله الطبيعي لان عارفين انه ده عنب مجفف، اللوز بيطرى عشان كبار السن لما ياكلوا منه، جوز الهند بتطرى، فيقوم لما نيجي ناكل الرز بلبن ده كده ما نحسش بمطبات تحت اسناننا. ناخد الرز ده نغرفه كده في الكسروله الكبيره، تلم العيله كلها، اللهم صل على النبي، بالشكل ده كده زي الفل تمام. شايفين تفاصيل الرز بلبن؟ جواه زبيب، جواه لوز، الله عليك. وحط شويه ميه مر، حلوه. جالي سؤال من الكنترول دلوقتي قال لك ممكن نحط ميه ورد؟ ميه الورد مش مرغوبه في الرز بلبن، بتسرق الطعم وبتبقى شويه يعني الواحد ما بيقدرش ياكل معلقه واتنين اذا حطينا ميه ورد. المفروض نحط ميه زهر، ميه زهر الحلويات عموما اللي المفروض تحط لها ميه زهر. شويه جوز الهند،
شويه لوز، احلى صينيه رز بلبن تاكليها. اه السر هنا يا عم الشيف كده باختصار شديد، معلقتين النشا اللي انا دوبتهم في شويه حليب نزلوا على الرز بلبن وهو بيغلي، فهنا ثبت القوام بتاعه بره الثلاجه جوه الثلاجه، هو ده قوام الرز بلبن. حلقه النهارده فيها شويه شغل، فيها شويه تفاصيل، انا اختصرت طبعا الوقت في العجينه طلعت جاهزه، هكرر تاني العجينه اتعملت ازاي. 4 كوبايات من الدقيق، خدوا معلقه خميره، معلقه سكر، معلقه بيكنج باودر، بيضه او بيضتين صغيرين زي الفل، وبنعجن العجينه يا اما بميه دافيه يا اما بحليب دافي عشان العجينه تطلع معايا بسرعه. بسيبها مرحله تخمير نص ساعه، بعد كده بفرتها واشكلها زي ما انا عايز. بواقي العجينه بتخليها على جنب، الحاجات دي مهمه جدا، وتقدري تفرديها مره واثنين وثلاثه. التوبنج بتاعنا عملته كراميل، تقدري تعمليه عجينه السكر، تقدري تعمليه شوكولاته، تقدري تعمليه كاكاو، تقدري تعمليه وايت صوص اللي هو الصوص الابيض بتاع الفانيليا اللي هو عباره عن نشا وحليب وفانيليا بس حسب الرغبه. مكسراتك زي ما انت عايزه، انت ودرج الثلاجه اللي موجود عندك. تفاصيل صغيره ولكن بتغنيكي عنك انت تاكلي حاجات من بره كتير، واولادك ياكلوا من ايدك، لان احسن شيء في الدنيا كلها الام لما تشوف ابنها بياكل من ايديها ويستطعم الاكل ويقول لك تسلم ايدك يا مامي. رؤية فن ابداع، بنرضي كل الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا من خلال السوشيال ميديا على الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي، بنحوش كل الاسئله وبنعمل عمليه فلتره ليها وبنجاوب عليها عملي يوم الاثنين. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.